يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا من يقول ينبغي لطالب العلم إذا توجه إلى تعلم علم العقيدة أن يقرأ معها شيئا من الرقائق، لأن علم العقيدة أن يقرأ معها شيئا من الرقائق، لأن علم العقيدة من الرقائق، نعم يعني المواعظ، نعم إيه؟ لأن علم العقيدة يقسي القلب، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام صوفي، لا كلام الصوفية يريد أنه ما يخلص العقيدة ويتعلم العقيدة الصافية، بل يخلط معها شيء آخر، توحيد يقسي القلب وليلين القلب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فالتوحيد يلين القلب. أما من يقول أنه يقسي القلب فهذا ما يفهم التوحيد ولا يعرفه، ألف الصوفية وخرافات الصوفية وظن أنها هي اللي تأثر في القلب، وأن التوحيد يقسي القلب. نعم.